كوك عن دعمهم المطلق لقوات البيشمركة وجهودها في تكريس الأمن والاستقرار، مشيدين بشجاعتها وبسالتها في مواجهة المجاميع الإرهابية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين دون تمييز، بما يعزز حالة التآخي والتعايش بين مكونات كركوك. أشاد أهالي ناحيتي ياتشي وطوبزاوا بالدور المحوري لقوات البيشمركة في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك وأغذيتها ونواحيها، مؤكدين حرصهم ودعمهم الكامل لقوات البيشمركة من أجل دحر الإرهاب والحفاظ على روح الأخوة والتعايش السلمي في كركوك. بس مديون غزلارنا إننا أولناك من كنكم بأدملار قال لها بزي حمايت لها بدون تفرقة. نحن مدينون لقوات البيشمركة لأنهم حافظوا على أرواحنا وممتلكاتنا دون تمييز، ونحن معهم وندعمهم لدحر الإرهاب. أهالي طوبزا ونظموا حملة تبرع بالدم للمساهمة والمشاركة جنبا لجنب مع قوات البيشمركة للدفاع عن كركوك والوقوف بحزم ضد المخططات الإرهابية الخائبة. طبعا تبرعنا اليوم بالدم القوات البيشمركة لان ونتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل والجرحاهم، ونحس يعني اكو امان يعني بوجودهم انهم واقفين على الساتر هناك يا والله ان شاء الله يشافي جرحاهم. بز سنور يا تشدا بيشمركة يرى الله شيشي قان مزلن تبرع دارخ. تبرعنا بالدم قليل بحق كركوك، وقواتنا البيشمركة هنا يحافظ على أرواحنا وممتلكاتنا ونثمن وقفتهم البطولية للدحر الإرهاب. التفاف مكونات كركوك حول قوات البيشمركة دليل على مدى الثقة الكبيرة والمكانة العالية لقوات البيشمركة في نفوس جميع مكونات وقوميات كركوك دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك. في الوقت الذي تتواصل فيه انتصارات قوات